طبعا نيجي للحقيقه موضوع مهم وهيشغل بال الجميع، يعني مفيش فئه مش هتسمع هذا الموضوع، فكره الاستخدام اليومي والمتزايد للباقه الانترنت وتحديدا الارضي. كمان الفتره دي فتره مذاكره وامتحانات لطلبه المدارس والجامعات، وطبعا بشكل عام لاشغال الناس والحياه العامه، سواء بقى كمان حتى في الاجازه هيقعدوا يتفرجوا على افلام ومسلسلات والعاب الكترونيه اللي دايما بننصح بان احنا طبعا لاطفالنا ان احنا نقلل المده بتاعتها. ولكن ده دلوقتي اصبح فيه ملاحظه كده عامه للناس انه الباقه بتخلص بسرعه، يعني الواحد بيبقى شاري 40 جيجا نلاقي نفسنا بعد 10 ايام مفيش ال 40 جيجا بتصفر وبتقول انا بخلص. طب ليه؟ نيجي نشتكي لشركات الاتصالات، يقعد يقول اصل الراوتر انتوا بتسيبوه مفتوح، لا اصل انت بتسيب الابلكيشنز مفتوحه، يعني اجراءات كتيره. انا ما اعرفش هل ليها تاثير على سحب الباقه دي بالشكل الكبير ده ولا لا. كمان الفور جي برضو بيسحب اكتر اكيد من الثري جي، وده ممكن يكون برضو سبب الموضوع. ولكن ازاي استخدم بشكل سليم ونقلل طبعا استخدام الباقات ونحافظ عليها بحيث انها ما تخلصش بالشكل السريع ده؟ معانا المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس احمد. صباح النور على حضرتك وصباح الخير على الساده المشاهدين يا فندم. صباح النور. الحقيقه الواحد بقى خلاص يعني بيشتري دلوقتي خلاص داخل على تيرا، يعني مش مكفيه. ف ايه الممارسات الخاطئه اللي احنا بنعملها بتخلي يبقى في سحب للباقه وحتى لو احنا ما بنستخدموش؟ يعني انا لما بكلمه في خدمه العملاء يقول لي يا فندم حضرتك بتبقي فاتحه الابلكيشنز ما بتستخدمهاش، فده ممكن يسحب او يعمل ابديتس وانت مش عارفه. هل ده صحيح؟ هو يا استاذه داليا اصلا كمان في ناس بيشتركوا في باقه 40 جيجا وبيدفعوا فلوس اغلى وبيفيد منهم في الاخر في الشهر لانه مشتركين في الباقه الغلط. فاحنا اول حاجه لازم نعرف استهلاكنا من حجم الجيجا بايت من الموبايل، لان الموبايل نفسه بيحدد لك انت بتستهلكي كام في الشهر بكل شهر بيمر عليكي. فبالتالي لازم تحددي الموبايل من ناحيه الداتا او استخدام البيانات، بيبان عندك الاستخدام العادل اللي حضرتك بتستخدميه في الشهر عشان تقدري تحددي. طب هو سؤالي الاول، هو بيفرق طبعاً نت الارضي عن نت الموبايل الاول كده عشان نبدا نحدد الاجابه؟ النت الارضي هو لا، هو مش بيفرق حاجه لان النت الارضي بيكون برضه متحدد ونت الموبايل بيكون متحدد، ولكن النت الارضي بيكون حجم الجيجا بايت بتاعه اكبر من النت الموبايل، وفلوس اقل. نت الموبايل باقاته بتبقى اقل وبتبقى اغلى شويه في السعر. فاحنا نعمل ايه عشان نخلي الباقه تكمل معانا لاخر الشهر؟ اول حاجه لازم نوقف جميع النسخ الاحتياطيه في برنامج الواتساب، لان النسخ الاحتياطيه بتسحب من غير ما حضرتك تعرفي الباقه وبتستهلك انترنت بشكل كبير جدا بشكل يومي. فبالتالي لما ندخل على الواتساب والنسخ الاحتياطيه اللي هي الباك اب لازم نخليها عن طريق الواي فاي وبشكل اسبوعي مش بشكل يومي. اغلبنا دلوقتي هتلاقوها محطوطه بشكل يومي، وده اكبر غلط لان هي بتسحب من البيانات بشكل يعني ايه كبير بشكل جداً يومي؟ مش فاهمه التريك ده، يعني ايه طيب بشكل يومي؟ مثال عملي، لو حضرتك دلوقتي فاتحه الواتساب في اخر الليل بتلاقي مكتوب تحميل او نسخ النسخه الاحتياطيه بيعد من 0 ل 100% بسرعه. ده الباك اب احيانا ده الباك اب احيانا بتظهر عند الموبايلات وبعض السوفتويرات الجديده ما بتظهرش ليها وبتعمل من الخلف ابديت بشكل يومي. فالابديت ده او التحديث انه يرفع النسخه الاحتياطيه على الايميل او على اللوك بالظبط، طبعا بياخد باقه بشكل كبير جدا. ودي الخطوات اللي انا هقولها لحضراتكم يعني مدروسه وعملت عليها. طب خلينا نحدد ابرز الاول الاخطاء اللي احنا بنقع فيها، وحضرتك طيب قول لي ابرز النصائح اللي نبدا ان احنا نعملها. طيب ابرز الاخطاء ان احنا سايبين النسخ الاحتياطيه مفتوحه 100% فلازم نقفلها. تاني حاجه، في ناس كتيره برضو في ابلكيشن الواتساب ده بالذات ان هم مشتركين في جروبات كتيره، والجروبات دي بتنزل لهم صور تلقائيه وفيديوهات تلقائيه، ودي اكتر خطا برضو بيسحب من الباقه بشكل كبير جدا. لان ابلكيشن الواتساب ده بيبقى شغال دايما في الخلف، فبالتالي بيسحب من البطاريه ومحتوى الجهاز الداخلي وبيسحب من باقه الانترنت، وده بيدل على ان الحاجات دي مفتوحه. فبالتالي لازم نقفل الصور والفيديوهات بالتنزيل التلقائي لجميع الجروبات اللي عندنا، ودي من الاوبشنز موجوده وسهله جدا انها تتقفل. رقم 3،
رقم ثلاثة التشغيل الفيديو التلقائي في الانستجرام والفيسبوك. هو يعني الواحد والله بيشتغل يعني الواحد بيعمل براوزينج. هو دي بقى المشكلة الكبيرة جدا، الثلاث ثواني اللي حضرتك بتشوف فيها الفيديو وتقلبيها مرة واحدة، أو الثانيتين اللي حضرتك مثلا على نيو فيد أو مثلا الصفحة الرئيسية للفيسبوك أو الانستجرام بتلاقي الفيديوهات شغالة اوتوماتيك وهو هو فعلا بيشتغل لوحده. دي مشكلة كبيرة بقى الناس واقعة فيها، وكلنا متفاعل عنين الخدمة دي. الخدمة دي دلوقتي تقدري توقفيها من اعدادات الفيسبوك واعدادات الانستجرام بحيث ان هو ما يشتغلش. ادخل على ايه الاوبشن؟ الاوبشن تدخلي على الاعدادات وبعد كده الميديا وبعد كده الفيديو اوتو راننج او التشغيل الفيديو التلقائي، تقدروا تعملوا سيرش عليها في مربع السيرش اللي موجود في اعدادات كل تطبيق من اللي انا قلته من دلوقتي. ده ممكن فعلا اللي بيسحب واحنا مش داريانين. طبعا طبعا حضرتك ده لوحده بيسحب يمكن نص باقه الانترنت، لان الثلاث دقائق اللي موجوده بتسحب بشكل كبير جدا من الباقه. فبالتالي التوفير ده لو حصل وكل الخطوات اللي انا هقولها دلوقتي لو حصلت هتلاقوا فرق كبير. طب سريعا بقى يا باشمهندس، وممكن نبقى نعمل لها حلقه. اتفضل. طيب. قول لنا كده تبس سريعه. طيب طبعا البرامج طبعا اللي شغاله في الخلف في كل جهاز برضو دي اكبر مشكله كبيره، لان حضرتك لما بتمسكي الجهاز وبتعملي لو اي او اس او اندرويد تفتحي البرامج اللي شغاله في الخلف هتلاقي برامج كتيره، ولكن في برامج تانية بتبقى شغاله في الخلف احنا مش عارفينها ومش شايفينها. نعمل ايه بقى سريعا؟ نقفلها اللي هي ندخل على اندرويد وبعد كده ننزل تحت اخر حاجه في الاعدادات هنلاقي حول الجهاز او about device. بعد ما ندخل عليها هندخل على حاجة اسمها رقم الاصدار او build number، هندوس عليها خمس مرات. الخطوات دي ما حدش قالها قبل كده على الهواء، هندوس عليها خمس مرات ورا بعض بسرعة هيفتح لنا خانة جديدة اسمها خيارات المطور. خيارات المطور دي هندخل عليها ننزل اخر تحت اللي هي ايه بالانجلش برضو developer option. هنلاقيها في settings تحت اخر حاجة، بعد ما تتفتح هننزل اخر حاجة تحت هتلاقي مكتوب don't keep activities او الغاء جميع التطبيقات النشطة. أوكي. هنفعلها الخدمة دي هتدعولي عليها حرفيا. طيب تاني حاجة الاي او اس بسرعة، لو نظام الاي او اس هندخل على الاعدادات السيتنجز العامة بتاعت الجهاز وبعد كده general وبعد كده background app refresh او التطبيقات شغالة تعمل في الخلف، هتلاقوا كمية ابليكيشن شغالة في الخلف هتعملوا لها اوف على طول. فبالتالي كده انت قفلت جميع التطبيقات. طيب. اللي شغالة في الخلف. احنا ايه رأي حضرتك ان احنا ممكن يعني حضرتك تحضر لنا فيديوز كده سريعة صغننة طبعاً. عن الخطوات دي لازم حلقة حضرتك. ونحدد الفيديو السريعة كده بسرعة ونوري الناس طبعا على الشاشة يشوفوا بعينيهم برضو، وحضرتك تحدد لنا النصائح لانه فعلا الناس بتشتكي وبتقعد طبعا بيكلموا خدمات العملاء وخناقات وبتاع، فندي بعض النصائح لطبعا الساده المشاهدين اللي هتوفر لانه الباقات عماله تسحب وفلوس طبعا بالنسبه للناس. فيعني هطلب من حضرتك ان نعمل ده ان شاء الله قريبا، وحضرتك تحضر لنا الفيديوز بهذه الخطوات. بشكرك طبعا المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، ادانا كده نصائح سريعه وان شاء الله هنعمل لحضراتكم فقره عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي علشان نحتاط يعني.